الست المصرية مختلفة عن أي ست في الدنيا، لأن هي مضحية بشكل غير طبيعي، بتقوم بكل الأدوار، أم وأب ومدرس وطباخ ومش بعيد سواق كمان، وغيره وغيره من الأدوار. ممكن تلاقيها بتشتغل الصبح وبتطبخ بعد ما ترجع من الشغل، أو صاحية من قبل الفجر علشان تطبخ قبل ما تنزل الشغل، وترجع من الشغل تأكل وتهنن، وبعد كده تنزل تودي تمارين، ومش بعيد تلاقيها واخده ابنها التاني الصغير معاها على التمرين علشان تذاكر له ويعمل الواجب، وهي راجعه تشتري شويه طلبات ناقصه في البيت، وترجع البيت تشوف باقي مذاكره العيال وتتابع مشاكلهم وتفض خناقاتهم لحد ما توصلهم للسرير، فتحكي بقى القصه وتقول الادعيه وتنيم ده، وتقوم تشوف بقى ايه ادوارها. ايوه، ما دورها الاساسي انها زوجه، جوزها في الشغل من الصبح بالليل وعايز يرجع يلاقي زوجته مستنياه، وطبعا انتوا عارفين مش عايزه غلط، هو مش عايز غلطه، مش عايز اكل دلع ولا ملح زياده ولا هدوم مش مغسوله ولا قميص مش مكوي ولا حاجه ناقصه. ايه ده؟ ايه الطاقه دي؟ ايه العطاء ده؟ ايه الحب ده؟ طيب لو سالتها طب انت فين؟ نفسك فين؟ تعبانه مش تعبانه، قادره مش قادره، تقول لك مش مهم، المهم بيتي وعيالي. نموذج ما تلاقيهوش في اي حته في العالم. فبجد لو الام بتتكرم مره في اي حته في العالم، عندنا هنا الام المصريه لازم تتكرم الف مره، وخصوصا لو كانت ام بتقوم بكل الادوار اللي اتكلمت عليها دي وسط محاربه السرطان الوحش الكاسر. احنا بعد الفاصل هنقابل اصحاب المبادره الجميله، وبعدها نكرم الامهات بعد الفاصل.